عايز اقول لكم بقى ان احنا دلوقتي هنتوقف عند استراحه اعلانيه ونرجع نكمل. فريق الاعداد قعد يبحث كده، قلنا يوم خميس كده لطيف وبرنامج 90 دقيقه، وعايزين نتكلم عن حاجه فيها برضو كده طاقه حلوه، طاقه ايجابيه. ومين افضل من المراه المصريه؟ المراه المصريه دي جامده قوي على فكره. النهارده بعد الفاصل هنقابل سيده مصريه بتشتغل مأذون شرعي، مأذونه شرعيه. بس مش دي الحكايه، هو الحكاية انها عندها مفاجأة كده الحقيقة عجبتنا قوي، قلنا ان حضراتكم لازم تشوفوها. الحكاية انها لأول مرة هتعقد قران صديقة عمرها الانتيم بتاعتها. طب يا ترى التانية او صديقتها بتشتغل ايه؟ مأذونة برضو. شوف يا اخي، متخيل مأذونة تجوز مأذونة؟ انا ما شفتهاش قبل كده بصراحة، بس شغوف قوي ان انا اقابلها بعد الفاصل. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حتة. بعد رصدها لإحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة، يقوم على إدارتها تشكيل عصابي من ذوي السوابق الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مكبرة على تلك البؤرة، والتي تقع بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، لضبط تلك العناصر. الحملة التي جاءت بمشاركة وتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة استهدفت مقار إقامة العناصر الإجرامية، ونجحت في ضبط جميع عناصر التشكيل العصابي الإجرامي. وأسفرت عمليات تفتيشهم وكذا مساكنهم وسياراتهم عن ضبط 172 تربة لمخدر الحشيش، منها 50 تربة تم ضبطها داخل مخزن سري خلف أرقام اللوحات المعدنية بإحدى السيارات المضبوطة، و600 قرص مخدر لعقار الترامادول، إضافة إلى ضبط بندقية خرطوش وطبنجة، و930 ألف جنيه وهواتف محمولة. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون وثلاثمائة ألف جنيه. وتأتي تلك الحملة في إطار التصدي الحاسم لظاهرة الاتجار في المواد المخدرة لآثارها الضارة على الاقتصاد الوطني والشباب.